السلام عليكم ورحمة الله، أهلا أهلا. في حلقة تكملة المينا اليوم قعدت أضبط شوي هني، أسوي سيدة كان متموج، قعدت أسوي بعض الأمور. بتشوفها اسمها موفت تول، اكتبوا موفت أنتوا في السيرش بيطلع لكم. انزين، اتفقنا وياكم نحن بنسوي هالمنطقة مكاتب. هالمناطق هاي كلها راح تكون مجموعة مكاتب. انزين، بحاول شي أسويها بسرعة، يعني مش لأن بسرعة نباها، بس انه بيكون افضل ان نحن نبدا في المشروع سريع سريع. انزين، وهني بيكون عندي شوي صناعيه في المنطقه هاي، بتسوي لنا شوي زحمه، واللي هو شيء ممتاز عادي. الزحمه اوكي، مطلوبه الزحمه بعض الاوقات. ونبى مناطق سكنيه على طول الشارع، من الشارع العام. الحلو ان عندنا اكسس على الهايوي. طبعا ما بسوي اكسس ثاني على الهايوي حاليا، حاليا انا اتكلم مش على طول. هني دكاكين يبالنا، بين الجميع دكاكين، بين الجميع، كل حد يوصل للدكان. لازم كل حد يوصل للدكان، اذا مش كل حد يوصل للدكان ترى بعد موضوع ثاني ترى على فكرة. يعني نبى كهرباء، قلتكم هذا مشروع مش ناجح. اللي بعده ترى نسوي هذا هني وهذا هني، بيتوصل في شوي نويز، لكن اظن هالشوية نويز عادي، ما بيسوي لي الازمة اللي انا متوقع عنها ان شاء الله. يعني شو السالفة، ليش زعلانين هاي وغرقانين ماي؟ يقولون كيف ماي، وين الماي؟ بعد عندي مشكلة ماي، انا بعد عندي مشكلة ماي. خلنا نحط ماي اول شي حق المكان. متى بحط ماي ما اعرف، كله ما احط ماي. انا كله مشكلتي في الدنيا اني ما احط لهم ماي. مشكلتي مع كل المدن اتاخر في الماي. زين، كهرباء مفروض توصل لهم تدريجيا، يعني مو مشكلة. ما بحط نويز زيادة، بنزل لي شيرة ثانية كهرباء بعدين، بدور لي على شيرة ما تسوي نويز، لان النويز بعد نأذي العالم، لان هالمطار كلها متضايقين من المطار ترى على فكرة. ولازم نسوي مترو، ولازم نسوي وايد امور. انشاء المينا اساس يكون مرتب، وكل المينا فيه ترى شوي مش بالسهولة يمكن يكون. حابب ينبني بيت واحد هنا، بني بيت واحد هنا كله بيكون كهرباء. بس خلنا حل مؤقت. عندي باركنات سولر يعطون كهرباء بعد ترى. بحط باركنات عند العمارة هني، بحط باركنات، ترى يعتبر حديقة على فكرة، ترى يعتبر حديقة. باركنات هني، حطي باركنات على راس الشارع هني، وين عماير بتنبني بعد. الطريق هاي بنوصل كهرباء تقريبا كل مكان. هاي طبعا بنستغني عنها خلاص. يس 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 يس، لازم نستغني عنهم خلاص للاسف. اوكي، ايش هو وضع الكهرباء عندي؟ لحظه خلنا نشوف. تو قام ينزل، يمكن احتاج محطه نوويه ثانيه قريب، بس ما راح يسوي لي المشكلة اتصور اللي راح تكون ازمة العالم، يعني ما اتصور. انا صراحة ترى بقرمة متشهر على الداخل، اسوي منطقة شيء داخل فيها سياحة، فيها شيء، فيها بعد ممكن ابا مستشفى هني، ابا مستشفى. قلنا خدمات، لكن وين بحط المستشفى؟ مش في الصناعية، لا طبعا. هني داخل وايد احسه، هني شكله زين مستشفى. بما انه يغطي المنطقة تقريبا كامل، بنحط عيادة صغيرة عند منو، عند الصناعية، بيحتاجون عيادة. وبحطي مطافي، طبعا مطافي لازم يكون مكان مركزي شوي، لان المكان هذا في الوسط هني يوصلون كل مكان على شارع رئيسي مفترق دوار.
يعني شيء مرتب ونحتاج حديقة. أبو ملعب، ملعب أحبي للملاعب. كان ملعب بيكون هني، ونبقى باركنات عند الملعب. ملعب يباله باركنات فويها ولا لا؟ بيكون هني الباركن. ترى هني الحسبة الحين، هني أنا الحين قاعد أحسبها كيف الباركن وكيف الأماكن راح تستوي. شو توفر الماي؟ عند رقم واحد الماي، ما عندي مشاكل. بس في المينا بعد أبا شغلات ثانية. أبا المكان يكون فيه كونتينرز، يعني يمكن أشيل من هايل. أبا شكل المينا يكون شكل مينا، سامحوني أنا آسف. هذا شوفوا هذا المواني، ترى كيف عندي مينا وكل هالشحن وما عندي مكان تخزين؟ لازم يكون عندي مكان تخزين، فاستغنيت عن عماير شوي مقابل شو؟ مقابل تخزين المينا. أبا دكاكين، أبا دكاكين. لو حطيت على الشارع دكاكين أظن كان بيكون شوية أحسن، لكن لا اتس اوكي. اوكي حط الدكاكين داخل هني ونحط بيوت جنبها، بوزعها بالطريقة هاي. يعني هني بعد بيكون في دكاكين، وهني داخل بيكون في بيوت عند الدكاكين، ان الناس يكون مثلا دوامة قريب عليها. هني بنحط بيوت، زين، والبيوت هني، والمكاتب بحطيهم وين؟ هني عند البيوت. هاي المكاتب بتكون، وحولها بيوت، وداخل البيوت بنحط كم دكان هني. مش دكان صراحة، عماير هاي، لكن تي على شكل دكان، ونحطيه بالطريقة هاي أساس في دوامات متوزعة. ما بحط دوامات مكان واحد، لأن الحين في دوامات هني أصلا عندي. خلنا نسمي المنطقة رسميا، رسميا نسميها المينا. هاي المينا لازم نسميها شيء، نعطيها اسم، بعدين بوصلهم في بعض. زين هني بيكون بعد في عندنا مينا ثاني، بند هذا نسميه المينا. ما دقيت انتر. المينا هذا انتر، المينا هني. انزل الحين عندنا هالمينا، خلاص ما عندنا نحتاجه هني. المينا راح يكون وين؟ بيكون هني. طبعا كشارع ما عندي مشكلة وياه، حطي له الشارع على نفس امتداد الشارع الاصلي. يكون هني، خلنا نعدل الشارع، نسوي شوي سيدة. خلنا نعدل الشارع هذا شوي، نسوي افضل الحين، افضل هي الحين، افضل وايد بيكون. بس ما ادري ليش، بس احس يبال الدكاكين عند منو؟ عند المصانع. هذا اذا بنا شيء هني بعد، زين ترى يبال الدكاكين هني. وبحطي عند المينا هذا مخازن. ما اتصور بحطي مخازن، لانه ما اتصور بيكون في مكان حق مخازن الا اذا لغيت شارع يمكن. هني رقم واحد بيكون، ترى هني يكون رقم واحد. ونبغى باركنات حق المينا، موظفين المينا. ترى بعد منها، ترى هذا سولر، هذا يعطي طاقة، ومنها نوصل فيه الكهرباء وما يكون فيه نويز. ترى على فكرة هذا شيء وايد حلو، باركنات كده على عمرها يعني. انزل بما ان عندنا منطقة صناعية، منطقة صناعية بنحتاج شوية تمور. شو يقول هذا؟ not enough workers. ترى شيء الناس بعدها ما بنتبيه، ونك ناس ما لا تخاف. الحين كخدمات بنحتاج كم شغلة زيادة؟ بنحتاج محطة باصات بعد. البستي بوت لا، بنحط البيوفيول فيها نويز هاي ترى، بس هاي بنحطيها عند منو؟ عند المينا. ان المينا لا، مو بنحطيها بالضبط عند المينا، خلنا نحطيها نجاب المينا على اساس الباص يطلع. مشكل الباص يطلع يدخل في زحمة المينا، حرام حرام بصراحة. وبنحطي نقاط، النقاط مالنا
احنا نبغى الناس تتنقل بين المواني، اوكي، ترجع لنص المدينة ويرجعون مرة ثانية للميناء، ونبغى ناس تتنقل في المدينة. لا هذا مكان غلط، تاخذ لفة حول المدينة كاملة. تشوف في قطار قاعد يمشي زين حول المدينة كاملة، حتى لو يمشون شوية مو مشكلة. هذا بيوقف هني، بياخذ لفة ما لها داعي. زين، لأن عندنا نحن هني لفة بوقفة هني، بيمشون شوي مو مشكلة عادي، بيمشون بلوك ولا بلوكين ترى عادي. تبت في اللعبة انهم يحبون يمشون عادي مو مشكلة. بياخذ لفة لآخر الفريج، بيوقف مرة ثانية، بيوقف هني لفة لآخر الفريج، بيوقف هني، بيوقف عند هاي المصانع وهاي المصانع، لفة هني ولفة الفريج يرد يوقف حقهم. نحط بس استوب هني، لفة هني ولفة آخر الفريج، ولف وقفة هني، هني آخر فريج ولفة هني، برج يوقف نص المدينة. أوكي، في عنا باص ثاني شغلته من نص المدينة هني. شو شغلته؟ ولا من بداية المدينة هني، خلت تشوف طريقة أن يجيبه من الداخل. أيوة من هني يوقف حق منو؟ حق هاي الجماعة الطيبة. محطة محطة، ويرجع يوقف عند نفس المكان هني، ويرجع مرة ثانية يوقف مكانه. نحتاج مواصلات داخلية ومواصلات خارجية بصراحة، لكن ترتيب هذا it's not easy، لأن الطريقة اللي نحن مسوين فيها المدينة مش سهل أبدا. المواصلات أبدا مش سهلة ترى أبدا، لكن زينة بعدها، زينة ترى المواصلات ممتازة تكون مش سيئة أبدا. انزين الحين يبغى لنا مجموعة بس حدائق في الوسط. بحتاج باركنات للمدينة هاي، لأن هني في مكاتب صح، المكاتب بيكون زحمة عالم وباركنات، فبحط لهم باركنات هني، بنحط لهم باركنات عند ورا مركز المطافي. ويبغى لنا باركنات في الصناعية، شيء أكيد لازم باركنات في الصناعية. تدخل هني تباركن تروح دوامك. خلنا نقسمها، لأن أتصور كمية الحدائق اللي بنحتاجها it's limited، لكن بنحتاج باركنات. العالم تحتاج تباركن، إلا الباركن لا حد يخربه. انزين الحين نبغى هذا ظله حق الهانجرز، حق الليون مهني. خلنا نشوف بيخرب على هاي ولا مو بيخرب على هاي. هني اللي ينزل يبغى دكان، خليه يحصل دكان هني مو مشكلة، ينبني عندهم. هاي مظلات يمكن يحطون تحتها سامان ولا شيء. في النهاية ترى هاي مينا، المساحة التخزينية مهمة، مش مساحة ضايعة على الفاضي. وتشوف الباركنات محلاها تنور في الليل بعد. هذا ولا منور، ما عندك كهرباء، اوكي. هاي اللي وصلت لهم الكهرباء. باركنات المدينة، في حد ياسب؟ واوه هاي الباركن، ليش يا باركن؟ ما ينفع الباركن بالطريقة هاي، يعني بالطريقة هاي يمكن يمشي، بس هني لا ما بيمشي هني الباركن الصراحة. الباركن شوي سيدة، لحظة هذا أفضل وايد على تقاطع باركنات هني من أنه يكون هني الباركن. بكمل منطقة المكاتب مالي، ما يستكمل هم مشكلة، بتفاهم وياهم. هاي المينا ترى انا ما حطيت مركز شرطة. انزين بحطي مركز شرطة مركزي عند منو؟ عند المواني، مكان يكون قوي. لحظة يوصل المدينة هذا، اوكي. وعندي تحت الحراسة ترى عندي الحين شغلتين، عندي سجن وعندي هليكوبتر تبت. انا بحطي سجن، بس السجن ابغى احطي مش على الهاي واي ولا على المواني، بس النويز ماله عالي السجن.
يمكن ورا الصناعية أحطي. مش فوق تقطع الخدمات، بشوف بشوف إذا السجون عندي مو كفت حق الناس بتفاهم وياهم. أنا حطي له مال زباي، مال ريسايكلينج سنتر مالنا، من شغلات المفضلة عند أي والله. حلو تصدقون عند هايل بحط ريسايكلينج سنترز لأن كملنا شوي طار، واللي هو ممتاز محتاجين حاليا الكم تبون صدق، لأنه وايد صرفنا على المدينة وايد بنصرف عليها صرف مش طبيعي. لكن شكله مينا، يعني شكل المكان مينا، ترى شكله مينا. أنا الحين عندي أحس إن عندي مينا. أوكي لا، وبعيد عن الشاطئ هنا على فكرة، ترى شوفوا بعيد عن الشاطئ. الشاطئ هذا ممكن نستغله في شغلات ثانية، يعني على الأغلب راح أستغله في شغلات ثانية، مش إنه أبغى أستغله، على الأغلب راح أستغله. إنزين خلنا نوصل هالشارع ونسوي نسوي خلنا نشيل هذا الشارع لحظة. لا إنزين نسوي نفق. نفخ هذا وين بيطلع؟ خلوني افكر في الموضوع لحظة، خلوني افكر وين اطلع النفخ هذا. النفخ هذا ابا يطلع المدينة من ورا شوي. مكان حلو، وايد حلو المكان، ترى مرتب، بيكون في نص المدينة وينصب في نص الزحمة. ترى هني تفرق توزيع الزحمة، الأخطاء اللي نسويها في الماضي ما نسويها في المستقبل. ترانا شكل المدينة شوي على تلال على هذا شيء جميل شوي بعد، بس محتاجين لاند فاليو ثاني. نبى حدايق فعلية، أبى الحديقة هاي، بس بحطيها مكان استراتيجي. في حد بيها هاي هني؟ ايه وايدين بيونها، ما خليه يزعل شوي، مو مشكلة عادي، ترى شوية زعل ما يضر. السكان ما بيرضون 100%، صعب ترى. انا اخبركم السكان مش ممكن يرضون 100%، لو شو تسوون؟ تقريبا معظم اللي راح تسوونه ما راح يرضون في السكان. هني بسوي حديقة عودة شوي، الحدائق الصغيرة برصها في الوسط. هاي حديقة حجمها وايد حلو، تركب وايد اماكن بعد. على الكورنيش، حديقة على الكورنيش، حديقة على الكورنيش، مشروع ناجح. بس أنا عندي مشكلة مع الأرض، عندي مشكلة مع الأرض. أو ممكن تعرفون شو أسوي؟ خلونا نشيل هذه. وانزل شارع سيدين. اوكي مش بالطريقة هاي، لا انزين، ونحرك الشارع شوي لفوق بشكل دائري. انزين هذا استوى عنه منطقة شاطئ صح، خلنا نعدله شوي، ضبط منو هذا المكان، ونزيد عندنا الأرض شوي هني بنسبة بسيطة على أساس هاي ما يطلعوا غرقانين، يعني لأن إذا طلعوا غرقانين مصيبة. ترى هني شوي مشكلة، إذا نحن زدنا وايد في 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 موازنة في الموضوع، ما نقدر نزيده بالشكل اللي انت تخيلونه، لازم نكون شوي حريصين في الناحية هاي على اساس ما غرق الدنيا. ترى ترى في احتمال غرق الدنيا بعد. خلينا نسوي غبة شوي تحت، ينزل 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 ايوه. والحين نقدر نحط لنا حديقة صغيرونة حلوة على امل، كله كان على امل ترى، كانت بلدن ووتر. هذا هني كبره شوي،
ترى هذا ظلم وبهتان، ظلم وبهتان. ظلم وبهتان وافتراء وغرقان للمدينة. حال هنا غرقون مدينتي، بس كل مكان وصلت تقريبا آخر شيء، مارومة مد برا على الماي أكثر، لأن بنيت مساحة كبيرة على اليسار وين المينا، بنينا مساحة كبيرة فأثر شوي على مساحة الكلية للبنى في النهاية. لكن أحاول أنا أسوي المكان أغمق شوي، لأن في بلنس للعبة، في موازن للموضوع. ما نقدر إني عشوائي ونحط لنا شارع من غير عواقب، يعني لازم يكون في عواقب ولو بسيطة بالموضوع. إنزين نطلع لنا شارع هني، هني بعده غرقان لها منطقة هاي شوي أجيبها على مستوى هاي، إن شاء الله ما يأثر بعد، ما أبغى أزيده وايد. هاي طالعة كنامينة بروحها، وبحطي لها حاجز. أوكي نسوي صوب ممشى أو من هالخبيل. أوكي بسوي هني بعد محلات على المي، بيكون وايد حلو، شيء very nice، بيكون very very nice. أبغى شوي بعد له هذا، أنا عقب ما عليه. وهذا شوي لازم نعدله الشارع اساس انه يكون شو شكله شوي مرتب. والله هذا التول جميل الصراحة، التول وايد جميل. هذا كله اساس حديقة على فكرة، كله حق العيون الحديقة، كل اللي عندنا الحديقة بس، لا أكثر ولا أقل. وعندنا ترى حدائق مائية الحين، استوى عندنا مجال إني أنا أبني حدائق على الماي. فيشنج تورز، شكله مشروع ناجح تبون صدق. بنعطي الناس هنا شوي فيشنج تورز، وبنعطيهم أبا أيوة المارينا مال يخوت، المارينا بيكون هني، أقسم الدلوعين هني، مجموعة يخوت على كيفكم. بس اوفر هذا شوي، ترى اوفر هذا، خدمات ترى بزيادة. نبى مطعم، مطعمين ثلاث حق المنافسة ولا اربعة، اساس شو ما يستهبلون على العالم، سووا منافسة عادلة شوي. وبنسوي لهم مخارج حقهم، او ممكن حتى حرك الشارع نفسه ترى. ترى هذا هو، ممكن اقرب الشارع نفسه من هنا، ممكن اقرب الشارع نفسه امسح الاكستنشن هذا هني، ناسيهم من الشارع لتحت. وهذا شوف، خلنا اروم امد ممشى هني، اروم اسوي ممشى حلو، بس ما اظن اقدر، لا صعب 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 جدا الممشى. لكن شو بسوي، بحط شوية نخل، مكان جميل ترى حق نخل، وايد جميل، على الأقل يكون عندي كمية نخل. وهني ممشى، إذا ممشى لازم محلات تجارية، محلات صغار بعد، مش عماير، تكون عماير ممشى بيكون. وأبو أشل هذه وهذه على اساس شو. اوكي الحين شو منطقي اكثر، يكون في دكاكين، يكون في محلات، وعند المحلات بنحط لنا من صار النخل، هذا هو النخل من داخل شوي نخل، وممشى صغيرون من بداية لين
خلنا نسوي له بقريد. لحظة خلي الناس تمشى، يبين الشارع ما بيبين الطريق هاي. بالحالة الطبيعية ممكن يبين، بس الحين ما يبين. أوكي الممشى هذا جميل الصراحة، فيه ليتات. ونحط حول الممشى نخل زيادة. النخل على البحر الصراحة شيء ثاني، أنا قد ما حاولت أعوض ما في. هذا حاليا لهالحلقة، لأنه حاليا وقت الحلقة خلص، مو بكمل لكم أكثر على الحلقة. وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. أتمنى مشروع المينا يكون عايب منكم أصلا، لكن كمية الحداق، شوفوا الباركنات اللي هني بس، وابو كله بو ما عليه، بينزلون بطريقة أو بأخرى أتصور، ما أعرف، ممكن أبدلهم بمشروع ثاني حاليا، بتشوف كيف. شارع جميل الصراحة، ترى هذا حلو، محلات ومطاعم اللي من المدينة هني، وضع في السيستم الصراحة، وضع مية مية. بس يبالي هني مش باركنات، لا هني أساس إنه كبير. لا بحط لهم ملعب على أساس الناس اللي هني بعد لها رب، يعني مساكين آخر الليل شفتهم خلص قاعد في السكن شو يسوي؟ حط لهم ملعب كرة سلة يا أخي. المهم هذا كان بخصوص حلقة اليوم، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حلقة اليوم خلصت، ونشوفكم في حلقات قادمة وأكثر وأجمل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.